اهلا وسهلا بكم ومرحبا مشاهدي قناه فاز أه تي في كنرحب بكم في البرنامج الاسبوعي أه مع الصحه النفسيه مع حسناء صباحي أه نتمنى تكونوا في احسن الاحوال صحة وعافيه البرنامج اللي يهتم بصحتي وصحتكم وكيفاش نعيشوا مرتاحين متفائلين أه يكون عندنا توازن في الحياه ديالنا نقدروا نعيشوا مرتاحين ومحققين الاهداف ديالنا ونعيشوا كيف ما بغينا تلاقوا معي كل اسبوع مع برنامج اللي يهتم ويوريكم كيفاش نعيشوا هذا التوازن والحياه الهادئه والمتفائله اليوم عندي نتكلم على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف واللي انا شخصيا في واحد الوقت كنت كنتمنى انه يوصلوا لي افكار عليه وقمت بحث عليه حيت هو برنامج كيهتم بأبغ انه كيهتم بالصحه النفسيه كيهتم كذلك بالتوازن كيهتم كيفاش نحقق الاهداف ديالنا كاملين بينا كنبغيو نعيشوا مرتاحين كاملين بينا كنغن نعيشو محقين الاهداف ديالنا كاملين كنقولوا علاش هذاك عنده الزهر وصل الاهداف ديالو انا ما عنديش زهر انا عندي عرقلات في الحياه ديالي ولكن ما كنعرفوش بان هذا الشيء هذا اللي كيوقع في الحياه ديالنا عنده اسباب وعنده خلفيات كنعيشوها واراء كنعتقدوها هي اللي كتخلينا دائما إن نعيشوا احداث اللي كتعاود في الحياه ديالنا في كل مره آه الموضوع باش نعطيكم آه عليه واحد الفكرة آه ربما آه سمعتوا على مواضيع آه تهتم بقوانين كونية وهو قانون الجد اللي احنا كنجدبوها في الحياة ديالنا هو اي حاجة كنتخيلوها اي حاجة كنعيشوها في الخيال ديالنا كتحقق نعطيكم مثال بسيط مثلا احيانا كن تذكروا شي حاجه او كيجي نبالنا شي حاجه وكنصدفوها في الحياه ديالنا ربما كيجي نبلنا شخص وكيتصل بنا هذه هي قوانين اللي كنعيشوها وكدأكدنا ان حنايا ما نفكر فيه نحصل عليه في الحياه ديالنا لان الانسان كيجذبنا الحياه ديالو كل حاجه عاش في مشاعره كل حاجه عاش في الحياه دياله طبعا كيتبادر للذهن ديالكم علاش غنهضروا على قانون الجد وشنو العلاقه دياله بالصحه النفسيه وشنو العلاقه دياله بحال اللي قلت لكم بغينا يعني نعيشوا في توازن وتفاؤل لان احنا دائما الهدف في الحياه ديالنا ان احنا نحقق اهدافنا ان احنا نكونوا ناجحين ان احنا نكونوا مشهورين ان احنا نكونوا مرتاحين البال وهذه الامور هذه ما كيمكنش تتحقق إذا كانوا عندك عرقلات في الحياه ديالك اذا كانوا عندك سلبيات في الحياه ديالك اذا كان الخيال ديالك كله معتقدات خاطئه وباش غنعرفوها تبعوا معايا خطوات لعدبين عدبين واش الافكار ديالك صحيحه واش المعتقدات ديالك فعلا صحيحه لمعنى القانون واهمها اللي فحال اللي تكلمتكم عليه هو قانون الجذب ان الانسان خصنا نعرفوا انه كيجذب الحياه ديالو اي حاجه كينتبه كي لها اي حاجه كيركز لها لان في حالي كنعرفوا ان او في حلي بغيت نوصل لكم اليوم ان القوانين دائما مستمره ان الجذب دائما مستمر في الحياه ديالنا سواء بغينا سواء كان ايجابي او لا سلبي وهذا اللي كيفسر ان شخص فحال اللي كنسميوه حنايا بالكلام العامي ديالنا ان اشخاص عندهم مظهر واشخاص انا هذاك عنده الزهر وكيحقق اهدافه واي باب دق فيها كتفتح له بينما شخص اخر كتجيب اي باب تشدت له في وجهه وما عندوش زهر بالكلام ديالنا فحال اللي كنقولوا وهو مفهوم او لا معتقد اللي ممكن حنايا نكونوا غالطين فيه وانا باش نفسركم علاش لان الانسان كيعتمد كي اساسيا على المصادر ديالو للمشاعر ديالو وعلى الحياه الداخليه ديالو او ما هو داخلي نعطيكم آه، مثال بسيط المثال اللي عم بغي نوصل لكم ان شخص كتجبره دائما متفائل كينوض الصباح كتجبره عامل وحدة التخطيط لليوم ديالو عنده اهداف مسطره سواء قريبه المدى او بعيده المدى عنده واحد لافيزيون فيزيون واحد الرؤيه للحياه ديالو سواء اليوميه او لا خلال ديك العام او لا خلال ديك الشهر بينما الاخر كينوض الصباح وهو يتأفف ويقول لك واش من نهار هذا وكيفاش غنحقق الحياه دي الاهداف ديالي وحنا عايشين في الـ في الـ الجو في حال هذا مع ناس في حال هذا يعني دائما متدمر دائم الشكوى دائم خالق الأعذار نفسه باش ما يحققش أحلامه بينما الآخر دائما يكافح دائما عنده أهداف مسطرة دائما عنده خطط وكيحاول دائما أنه يحقق ولو يفشل أنه كيعاود يقوم باش يحقق هاد الأحلام والأهداف دياله هنا كيتوضحنا وبجلاء الفرق بين الشخص اللي كيحقق الأهداف دياله وكيجذب النجاح الحياة دياله والشخص الاخر اللي كيجذب الفشل للحياه دياله علاش كنوصفكم وكناكدكم هذه الامور فحال هذه كل شيء كنجبدوه احنا بافكارنا بمشاعرنا بتخطيطنا بالرؤيه في اللي قلت ديالنا اذا هو الجذب هو واحد التفعيل الاسباب اللي كتجلى في الافكار ديالنا حال نعطيكم مثال بسيط ان اي هدف ممكن تكونوا سمعتوه في ربما في برامج ربما في, في لان هذا واحد الامر اللي كيتكلموا عليه بزاف الناس ولكن انا بغيت نبريسيزي اولا نركز على بعض الامور اللي هي مهمه اللي عتفيدك في الحياه ديالك وفي النجاح ديالها وكنتمنى ان هاد النقط هذه تاخدوها وتكتبوها في الاوراق وتحقوا في في ورقه عندكم باش تعرفوا أه شنو أه اولا باش د د فحال اللي كنقولوا ما تكونش فقط معلومات كنسمعوها وكنمشي لان التدوين ديالها كيخلينا نكون مركزين معها والتطبيق دائما معلومات خاصه تطبيق لكي تنجح في الحياه معلومات بدون تطبيق ما تنتظروش يكون تغيير في الحياه ديالكم دونك انك حني فحال اللي قلت الجذب ضروري كينتقل من عالم اللي هو مادي الى عالم ما هو ملموس يعني عالم الخيال اي اي هدف في الحياه ديالنا ضروري انه يتجلى في الخيال ديالنا باش يتطبق على ارض الواقع مستحيل وربما يمكن تسمعوا ناس اللي هما ناجحين تقول لك حنا انا في يوم من الايام كنت اتخيل نفسي في هذا المنصب في يوم من الايام كنت اتخيل نفسي اني ناجح اني مشهور اني رسام معروف يعني دائما الاشخاص الناجحه عندما كيكون في حوارات يتكلمون بهذه الطريقه عمرنا ما شفنا شي شخص اللي هو ناجح وكيقول انا نوض الصباح وجبرت راسي ناجح ابدا لأن النجاح يجب أن يخطط له، التفاؤل يجب أن يخطط له، بناء على أفكارنا بناء على مشاعرنا بناء على مشاعرنا، لأن الأشخاص اللي كنشوفهم دائما مبتسمين، فرحين، متفائلين، دائما يتوقعون الخير ويخططون له، أكيد أكيد وبلا منازع سيصلون إلى تلك الأهداف وسيصلون إلى ذلك النجاح. اكتفي في هذه الحلقه بهذا التعريف المبسط او لهذه هذا المدخل لتوضح ان الشخص يجب ان يكون متفائلا واثقا من نفسه وطبعا في الحلقه المقبله ساركز على بعض الخطوات المهمه جدا جدا اللي عاد كيفية تطبيق هذا القانون وكيف سأصل إلى نجاحي بنفسي وبدون مساعدة الآخر فقط اتبعوني على هذا البرنامج على قناة فاس تي وشكرا لتتبعكم وما تنسوش ديروا ابوني قناة فاس تي في الجرس الجديد